السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد جركس من قرية الجانودي، مواليد 1995. في يوم 17/3/2024 كنت جاي من قرية بدامة على قرية عين السوداء. كان معي غنم جايبينه كمان نعالجه. ما بحس مدري غير طلع صوت انفجار. صوت الانفجار ما عرفنا شو هو. بعد الانفجار انا طفيت من السيارة غير وعي وصرت ارقد، بس الدفاع المدني كان قريب منا. لحال ما اجى الدفاع المدني واسعفنا لمشفى عين البيضة. بعين البيضة فوتونا على العمليات وعملوا لي العمليتين، عملية لرقبتي وعملية لاجري. اصابتي كانت بالرقبة ما يقارب 30 ابطة. كان ضرب عندي الوريد الوداجي، وبإجري ضرب عندي كمان شظي ما يقارب 11 ابطة. بعد ما طلعنا من العملية عرفنا انه الاصابة اللي ضربتنا اياها هي طيارة انتحارية مسيرة من قبل النظام. عالجوني هوميك وتم تحويلي الى مشفى القني كمال كفي العلاج. تميت المشفى القني 3 أيام. بعد 3 أيام والأدوية بفضل الله تم تخريجي إلى البيت بفضل الله. الحمد لله أنا متزوج وعندي صبي وبنت بفضل الله. الله صحة منيحة هلا، بس كأمور إنه الوقفة والطلعة والفوتة في صعوبة، بس الفضل لله إنه العيال والأهل ما بيقصروا الحمد لله.